وبعض العلماء يقولون إذا مات في البر فهو حرام، وإذا مات في البحر فهو حلال، هذا قول. ومن أهل العلم من ذهب إلى حل جميع حيوانات البحر بما في ذلك الضفدع وحية البحر والتمساح، وحية البحر والتمساح، قالوا كلها حلال. لماذا؟ قالوا لعمومات النصوص. والذي يظهر، وقد بحثنا هذا في كتاب الأطعمة من زاد المستقنع، من حضر لعلكم تذكرون، قلنا أما الضفدع فإنه لا يجوز صيدها ولا أكلها، لا يجوز أكلها، وذلك لأن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها لكون هذا الطبيب يتخذ منها دواء، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتلها، وأخبر بأن نقيقها تسبيح، نقيقها تسبيح. الثاني التمساح، ذهب بعض الفقهاء إلى جواز أكل التمساح، ومن ذلك بعض مشايخنا رحم الله تعالى الأموات قالوا بجواز أكل التمساح، قالوا لأنه من حيوانات البحر. وبالتتبع وبالقراءة يعني وجدت بأن التمساح لا يحل أكله، وذلك لسببين. السبب الأول أنه ذو ناب ويأكل بنابه، النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ولعل قائلا يقول سمك القرش له ناب أيضا وحلال أكله باتفاق العلماء، لكن الأمر الثاني أن التمساح ليس هو مائي بإطلاق، وإنما هو برمائي، فهو يعيش في الماء ويعيش في البر، ولذلك كثيرا ما يفترس أو ضحاياه من الصحراء، يفترس ضحاياه من الصحراء. قد أخبرني من له عناية بمثل هذا، يقول نجدها حتى وجدنا، يقول آثار حذاء لأطفال ونساء في بطنه، وهذا يدل على أنه يهجم على الناس في القرى ويبتلعهم. ولذلك الذي يتأمل في التمساح يجد بأنه من ذوات الأنياب، وكذلك هو ليس مائيا وإنما هو برمائي. وعندنا قاعدة كما ذكرنا بأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر غلبه.